الله لا يوافقك على هالعمله، انت ما بدك تتعلمي بقى؟ ليش مرت عمي انا شو ساوي؟ هيك حرقتي الرز؟ انا كم مره قلت لك بس تنشف ميه الرز بتوطي تحته؟ لمين طالعه ذكيه كل هالقد؟ والله يا مرت عمي ما كان قصدي انه احرقه، هو انحرق لحاله، بعدين الرزات مانو مزراف لانه انا وطيت النار بس النار ما وطيت، شكل الببور عطلان. والله مخك اللي عطلان. مرت عمي مرت عمي نظفتي اوضتك وعملتي اللي قلت لك عليه؟ شو لك يا مرت عمي؟ وعرفت شو اللي كان طالع ريحته بالاوضه؟ الظاهر استطلت فيه مغيره لبنتها نسيان الخرقه الوسخه تحت التخت. ان شاء الله قاعده معافيتي اذا فتت على اوضتك او دستها، بعدين انا منين تغير لسعاد عندك؟ شو بيعرفني حبيبتي؟ الظاهر بلشتي تخرفي درتي، شو نسيتي انك مبارح المساء غيرتي لسعاد بايدك؟ خلصنا بقى انت وياها، والله صرعتوني. لسه قال لي لقلك مثل الرداده والنواحه؟ لك تضربي منك إلها، لك شغله ما بتعرفوا تشتغلوا بهالبيت، روحي نضبي انت وياها بوقتكم وما تطلعوا ليجي عصام، وانا بعدين بعرف شغلي معكم. نلعوا من وشي يلا. رجالي معتز سالم غانم واحمي هو وكل رفقاته يا الله، ابجح حبيبك محمد يا رب. طولي بالك يا بنتي طولي بالك، الا الله ما يفرج عليكي وتحبلي. قومي ارتاحي بقص القعده يا بنتي قومي. شو بها هدى؟ ما بها شيء. شلون ما بها شيء؟ من الصبح عم تبكي. مقهورة على حظها، لأنه جميلة ودلال حبله، وأنت عندك سعاد الله يخليها، وهي لهلأ لسه ما حبلت. والله معها حق يا مرت عمي، لأنه الوحدة فينا بتضل قاتلة يام حالة لحتى يأذلها رب العالمين بالحبل. حاكم المرأة مثل الجاج البياضة، إذا ما باضت ما نلزوم. يا عليك يا لطفية على هالملافظ اللي عندك. قال المرأة مثل الجاجة. روحي روحي الله يرضى عليكي، طيبي خاطرها بكلمتين. حاضر مرت عمي. ايه والله ما بحب شوفك وانتي زعلانة. يعني صحيح انتي اوقات بتطلعي لي عيوني، ايه بس انا ما بحب شوفك عم تبكي. ليش عم تبكي؟ ما في شي. شلون ما في شي؟ ما بعرف يا لطفية، حاسة حالي غير كل هالبنات. يعني لأمتى بدي استنى ليجيني ولد؟ يو اللي بيسمعك بيقول انك قطعت الوقت وما بقى يجيكي ولد. اطولي بالك يا بنت الحلال، الا ما رب العالمين يأذلك ويتطلع فيك. يعني انتي رضيانة يجيني ولد؟ انا؟ ايه وليش لحتى ما ارضى؟ انا انتي شو مفكرتيني؟ مالي قلبي يحس فيكي وبوجعك؟ تعي لقلك شغلة، يعني صحيح انتي درتي بس والله بعدك مثل اختي. تسلمي لي يا لطفية، شو قلبك حنون. بسم الله الرحمن الرحيم. لك وينك يا هودة؟ رح يبرد السمك. ابي جوز ست الحسن ما بتحب السمك المقلي. ايه والله طيبين كتير، مو هيك يا مو؟ ايه تقبرني يسلموا ايديك. ايه ضروري تعملوا اكلة سمك، شلون بدي طعميهم لسليم وهدية هلا؟ معلش اختي، اتركيهم هن بياكلوا لحالهم. لا يو شو ياكلوا لحالهم هلا بحسكوا؟ انتي امي فصصي لهم اللقمة منيح وطعميهم اياها. عمري ما شبعت من اكلة السمك. قولي الحمد لله لك بنتي، في ناس مو شبعانين اللقمة. الف الحمد لله يا مو. خود سليم. يا مو فيها حسك؟ يو، معقولة طعميك شي فيه حسك؟ شو يا مو ما بدك تحطي لي؟ طولي بالك علي شوي انتي التانية. شو بكي هدى؟ فيكي شيلك بنتي؟ ليكني اجيت مرت عمي. ايه برد السمك مرت اخي. تعالي تعالي قديم شقيتي تعالي. خدي يا مو. ابن عمي حسبت حساب دلال بشوية سمك؟ معقول؟ طبعا حسبت حسابها. هلا بس نخلص غدا منروح لعندها. الله يرضى عليكي يا هدى، شو انك طيبة وحنونة. يا مو
لك مو على اساس لطفيه تيجي تتغدى سمك؟ اخذت اذني يا مو، قال بعد طلعتها من بيت عمي ابو خاطر بدها تروح لعند امها، بدها تاكل هنيك. مسكي يا دود، مسكي هاللقمه من ايدي. شبه هدى؟ والله علمي علمك يا مو. ان شاء الله الف صحه وهنا. مسكي لطفيه، بنتك شبعت والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله عليك يا زهره. اسم النبي يحسك، والله معروفك هذا ما راح انساه بحياتي. لك شو عم تحكي لك لطفيه؟ اي والله والله ما بحسها لسعاد غير بنتي من زمان. والله لو لاكي ما كنت بعرف شو بدي اعمل. اهلا وسهلا بلطفيه. يي يبعث لك يا خيريه، شو عامله؟ ايه شو عامله؟ بدنا نتغدى سوا، بعدين انا عامله ملوخيه كثير طيبه وبدي اخذ رايك فيها. رح تاكلي اصابيعك وراها، حاكم اختي خيريه طبخه بياخذ العقل. ايه بس انا وعدت امي روح اتغدى عندها. ايه معلش، بتاكلي عنه وبتاكلي عند امك، ولا لتكون امك عامله اكله اطيب؟ بصراحه عامله رز وفاصوليه، بس بعض الملوخيه ما في. هي هي. هاتي لشوف لطفيه، شو في اخبار بالحاره؟ بنات حماي حبلانين. مين؟ دلال وجميله. ايه والله خطي، فرحت لها من كل قلبي لدلال. ايه والله وجميله ما بتستاهل غير كل خير. ايه عقبال ما نفرح فيكي خيريه ونصير انا وانتي سلايف. يو ما بدي تسكبي لي النوخيه ولا بدي اتفرج عليها؟ شو يا بي؟ لساتك عم تتوجع؟ لا بالحمد لله شي بسيط. معناته من بكره تنزل تفتح الدكان، لازم نرجع للسوق ونوقف على رجلينا مثل ما كنا. ولا يهمك يا بي. ان شاء الله بكره الصبح بروح بخبر الشغيله وبفتح الدكان. الله يرضى عليك. يا رب يا رب تصبر بخاطري يا رب. بإذن الله تبريني. طمنيني يا أمزكي. هلا ما بقدر أقول لك شي بنو، بدنا نستنى شوي. إذا ضلت فايدتها بإذن الله بيكون حصل اللي ببالك. الله يسمع منك. لكن شو قصة هاللعية النفس اللي عم تحس فيها؟ لك تقبريني ما بتعرفي النسوان وغيرتهم، بجوز تكون غيرانة من جميلة ودلاء. يو ليش الحبل فيه غيرة كمان؟ وليش لحتى ما تغاز؟ إن شاء الله بتغار وبتحبل وبتولد وبتجيب لنا ولد ومنفرح فيه. صدقيني يا أم عصام هالبنت بحبها من جوات قلبي، ناعمة وحبابة ومثل قطعة الحرير. والله إذا حبلت هدى يا أمزكي لا أعطيكي مني اللي بدك يا خيرك سابق تقبريني. إيه والله ما بريدك إلا تكوني فرحانة ومبسوطة. إلهي يخلي لك هالولاد بجاه النبي. شباب اهلين رجال. اهلين عم شوكه. خير شو جايبكم على الحاره؟ شباب صار لهم شيء؟ في شيء؟ ما في شيء اطمن، جايين نتاكد العفو العام اللي طلع على الشباب مزبوط ولا تفنقي؟ تشتغل على العفو العام؟ هيك وصلنا الخبر. هيك وصلنا. الله يسمع منكم يا رجال، الله يسمع منكم. عدو اسوي لكم احلى كاسه شاي. اهلين ابو شوكه. شرف ابو احمد شرف. يلا يا مو هي القهوه مشان تصحصحي. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. روحي نادي لهدى ولطفيه يشربوا القهوه معنا. لطفية بتعرفيها خمة نوم، راحت هدى لتفيقها، قامت لا دخيلك خليني فرشتي. اخ يا بوران اخ، يا رب تحبل هدى، لانه ما في اصعب من انه الوحده المتجوزه تستنى الحبال وما يصير. ايه والله يا مو، الله لا يحرم الخلفه لحدا يا حق. اسكتي يا بوران، شفت لك الليله منام؟ قولي خير بالصلاه على النبي. خير بالصلاه على النبي، شو شفت؟ بشير سمعنا بتصير قلب؟ الله يسمع منك يا عصام، الواحد بيفرفح قلبه من هي خبرية، خليه ينسى كل المشاكل والعذاب اللي كان فيه. اي والله ما في احلى من الظلام. مزبوط. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. الله يخليك. يسلموه. شو دياتك اختي؟ والله يا امي دائما عم بحس حالي داخل وبدي نام. معلش تقبريني معلش، هلا بالاول هيك، بعدين كل شيء بيرجع مثل ما كان. المهم يا مو ديري بالك على حالك لانك بكريه، اوعك تشيلي شي تقيل ولازم تاكلي وتتغذي منيحة. حاضر يا مو. لك انا عمي ابو خاطر لك انا، ما الله راد من على بكره الصبح نازل انا وخاطر نفتح الدكانه وحاطط ايدي بايده ونقول يا رب. الله يوفقكم يا ابني، شغلتنا بنحاس بالطعم الشهد بس لازم تنتبهوا وتديروا بالكم عليها. انا ما بخاف عليكم لانكم معلمين وايديكم تلتف بالحرير.
الله يمد لنا بعمرك عمي ابو خاطر، هذا كله بفضله. لا يا ابني لا، هذا كله بفضل رب العالمين. بس نحن ما بنستغنى عنك يا ابي، انت لازم ترجع على الشغل وتكون فوق راسنا. ان الله راد وتعافيت منيح. هو يساوي القهوه من ايد اختك يا ريح. عن جد عم تحكي لك هدى؟ ومن امتى حاسه بهالشيء؟ من كم يوم يا امي. ولك تقبريني تقبريني يا هدى، انت حبلك امي حبلك. شو عم تقولي يا امي؟ عن جد انا حبلك؟ ايه تقبريني جد الجد. ومشان نتاكد اكثر هلا بنبعث ورقه امزكي بدايه تكشف عليكي وتطمنا. بس امبارح كشفت علي امزكي وقالت لها مرت عمي انه نحن لازم نستنى يومين ثلاثه لنعرف. ايه ما راح استنى ولا يوم، هي امزكي بلشت تتخرف. ها اسمعي يا هدى، ندرن علي اذا طلعتي حبلي لزكي بعشر ليرات لعيله فقيره. هدى شو صار معكم؟ بدي الحق اوصلكم على البيت وروح افتح الدكان. يلا يلا انا عمي بس عم بغيرها للصغيره. لا اله الا الله، الله يجيبك يا طولة البال. الواحد بحياته ما يستنى الحريم اذا بده يروح معه لشي مطرح. لك طول بالك لك امي طول بالك، ليش بتضل مستعجل؟ لك امو بدي روح استرجع وافتح الدكان. عصام عود بدي اقول لك شغله. خير يا امو؟ يا امو بدك تدير بالك على هدى اليومين، لا تخليها تشتغل كتير ولا تحمل شي تقيلها. ليش يا امو؟ الله العليم انها حبلي هيك عم تقول امزكي. يعني بدي يصير ابو شوكت على حقه حقيقي؟ حبلي؟ يا رب الله يسمع منك يا امو، الله يسمع منك. انا جاهزه. على مهلك على مهلك على مهلك، ليش هيك نازي على الدرج؟ على مين مهلك؟ هاتي عني. ما انا مستعجلين، ليش هيك نازي على الدرج؟ ان شاء الله عمره الشغل، ان شاء الله عمره يطير الشغل. تعالي تعالي اشرب لك كاسه شاي. تعالي لك تعالي لك. تسلم لي عيني بقى احلامي. ادي ادي اصب لك كاسه شاي. ادي لك ادي لك ادي. وينك وينك لطفيه؟ نعم ابن عمي. طالعي صغيره خليها ترتاح. ايه ماشي. شو يا هدول؟ شو هالخبريه الحلوه؟ لا يا ابن عمي لسه ما في شيء مأكد. والله إذا بتكوني حبلي لخليكي أسعد وحدة بالدنيا كلها. وينك؟ أنت من يوم ورايح ما عاد تشتغلي شيء، بتخلي لطفية هي اللي تنظف وتشطب وتمسح وتطبخ كل شيء كل شيء، فهمت علي؟ مثل ما بدك ابن عمي. يلا بخاطرك. الله معك ابن عمي. والله مالي قلب فارقة، بخاطرك يا أم شوكة. الله معك. ولي إذا هالحكي صحيح؟ ونجيب له هدى الصبي وصير انا امي البنت وهي ام الصبي. قولي على قامتي على الخبريه. قولي على قامتي. اي والله الله يديم النعم، الا زمان ما كسرنا السفره مع بعض يا امو. تقبرني ان شاء الله صحتين وهنا. على قلبي. شو راح اخي هو وعياله؟ اي تقبرني راحوا من غير شر. خير مين جايينا بهالوقت؟ هذا عبده يا مو، متواعد انا وياه مشان نروح ندور على خالي ابو شهاب بالخزدخانه. ليش دريتوا شي عن خالك؟ لا تخافي يا مو لا تخافي، لا حول ولا قوه الا بالله يا مو. يعني عم اقول انا لازم ندور على خالي، بركدا كان منحوش بشي خزدخانه وما حدا عرفان عنه شي. بعيد الشر عن قلبه، ان شاء الله ما بصيبه شر. ان شاء الله يا مو ان شاء الله. يلا جايين. ايه عبده جاي. الله معك يا ابني، الله يحميك ويتلطف فيك يا رب. عتز هاي هاي هاي.